عسلامة عسلامة، مرحبا بكم في كوزين بي منو، ان شاء الله تكونوا بألف خير ونعمة يا ربي. رجعت لكم فيديو جديد ورسات جديدة. اليوم مش نعملوا مع بعضنا سابلي بطريقة ياسر سهلة وبسيطة، يجيكم هكا خفيف وهشوش يذوب ذوبان في الفم. بالحق نودكم ولا نشهيكم، نجموا تعملوها غوتيل صغيراتكم، نجموا تعملوها قهوة الصباح قهوة العشية، بالحق بنا بنا غير عادية. دونك اللي تزور القناة أول مرة نقولها مرحبا بك، فضلا وليس أمرا اشترك في القناة وفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. ما تنسوش باش تشجعوني بجيم وتعملوا لي كومنتير. شوفوا كيفاش هكا قصيت لكم كعيبة وريتها لكم قديش هكا خفيف وعشوش. دونك يلا تويكا نمروا لطريقة التحضير والمقادير. عندي 125 غرام زبدة، 120 غرام فرينة، 40 غرام سكر محور، 30 غرام نشا مغرفة، بودر متاع لوز وإلا بندق اللي تحبوا نتوما، بنسي ملح، 20 مليلتر حليب، وباكو سكر فاني. دونك بالنسبة للمقادير تو نقيدهم لكم في صندوق الوصف تلقاوهم مكتوبين. اول حاجه خديت الريسيبيون تاعي ومش نغربل هذاك السكر المحور، كما نعرفوا احنا يجي فيه هذاك الحبيبات، دونك لازمنا نتخلصوا منها ونغربلوه. ومش نضيف 125 غرام زبده. بالنسبه للزبده عملت مارغرين، تنجموا تعملوا مارغرين ولا زبده مصدر حيواني، يرجع لي لكم انتوما الاختيار. ومش نضيف البنسيل الملح وباكو سكر فانيليا. مش نخدمهم هكايا بالباهي بالباهي مع بعضهم في المرحله الاولى حتى لين يوليو لي اون ديري بوماد. هاو كان نخدمهم هكايا بالباهي بالباهي مع بعضهم، ومن بعديكا مش نكمل نضيف باقي المكونات اللي هما 20 مليلتر حليب و 30 غرام نشا ومغرفة البودر متاع اللوز. نجمو كيما قلت لكم تعملوا بودر لوز ولا البودر متاع البندق، بالحق يضيف لكم هكا بنه للسابلي متاعكم كان معناتها جمتو تعملوهم، سينو تنجمو تستغنيو عليه. مي كيما قلت لكم راهو يضيف بنه غير عادية للسابلي متاعكم. كيف كيف نشاء نغربلو، ديما النواشف متاعنا نغربلوهم. هذيك المغرفة متاع البودر متاع اللوز. نكمل نخلط المكونات متاعي ونضيف الفارينة. فارينة مش نضيفها على مراحل، كما نعرفوا احنا راهو كل نوع فارينة يختلف. دونك انا قلت لكم 120 غرام فارينة، تنجموا تعملوا 100 غرام، تنجموا تعملوا 120 كما عملت انا، كما تنجموا تضيفوا شويه ما هو كتوم. بعديك نوريكم التكستور لازمكم تحصلوا عليه، على خاطر السابلي هذايا مش نخدموه بالبوشا دوي، لازم الخليط متاعنا يتعدى بكل سهوله من الدوي. بالنسبه لي لي هاكا كيما تلاحظوا عملت 120 غرام كاملين متاع الفارينة وقعدت نضيف فيها على ثلاثة مراحل، كل مرة نضيف بشوية بشوية ونخلط. هاو كان نستحق لاباتور لحطشين جست هكايا بسباتول نحركوا المكونات متاعنا لكم. ولهنا مش نكمل نضيف باقي الكمية متاع الفارينة. نجمو تعملوا الكمية اللي عطيتها لكم هنا كما تنجمو تضعفوا في المقادير، تعملوا في كل شيء معناتها الدوبل. بالحق خاطر راهو جاي ياسر بنين وهشوش، بالحق بالحق تجربوه تو تعرفوا معناتها قديش هو خفيف وهشوش وبنين بنين على الاخر. دونك هذيا هكا الدوي اللي مش نستعملو، عبيت هكايا في البوش وتويكا عملتو هكايا على مريرتين. ونبداو نشكلو مع بعضنا، طريقة تشكيل سهلة وبسيطة وهكا الطريقة ياسر هكا مميزة ومحليها ياسر مزيانة سهلة وبسيطة ما فيها حتى شيء. هاكا خذيت الطبق متاع الفور فرشتو هكايا بالتابي هذيك السيليكون، نجمو تعملو انتوما بابي كويسون، لكم الحرية اللي عندكم تنجمو تعملو. وهكا هذه هكا الطريقة كيفاش نشكلو السابلي متاعنا.
فوالا هوك وريتكم قديش من مرة باش تشوفوا كيفاش شكلتهم. هاكا ما غير لا بيض ولا خميرة ولا حتى شيء، ويجي ياسر ياسر هشوش بحق يذوب ذوبين في الفم. هذه هي هكا البلاتو متاعي بعد ما كملت شكلته. خليت الفور متاعي يسخن على 170 درجة نار من الوطن الفوق، وإذا كان عندكم فونديلاتير في الفور متاعكم المستحسن أنكم تخدموها. دخلته للفور 20 دقيقة والسابلي متاعي كان حاضر. هنا هكا حمرته شوية، انتوما تنجموا تحمروه كيفي انا وكيما تنجموا هكيت، يعني انتوما تتحكموا في اللون والكولور اللي تحبوه متاع السابلي متاعكم. بالنسبة لي انا هكا حمرته هكي شوية، وانتوما كيما قلت لكم تنجموا تونوريكم هكي. عندي كايبتين طيبتهم هكي معناتها وحدهم خليتهم هكا فاتحين شوية باش نوريكم كيفاش معناتها تحبوا يا مستحمر هكي شوية ولا مستبيض، معناتها لكم الحرية انتوما كي تجيو طيبوا السابلي متاعكم. دونك لهنا خذيت 50 غرام شوكولاتة ذوبتها مع مغرفة زيت نباتي، ذوبتهم هكيه في الميكروون ومش نزينو كايبات السابلي متاعنا. راهو تنجمو تخليهم كيما هكيكا، تنجمو تعملو كيما عملتينا تعملوهم هكيه بالشوكولاتة وتغطسوهم في النوات كوكو، كيما تنجمو تخليهم في الشوكولاتة كهو هكا، تنجمو فستق تنجمو لوز اللي موجود عندكم، وكيما تحبو زينو كايبات السابلي متاعكم كيما قلتلكم، كيما تنجمو تخليهم كيما هما. فوالا هكا سهلة الطريقة، نغطسهم هكيه في الشوكولاتة ومن بعد في النوات كوكو. وهكيكا كايبة السابلي متاعنا تكون حاضرة. خليتهم فوق البابي كويسان خاطر هما بالشوكولاتة باش تشد روحها الشوكولاتة وتيبس. اهو كما ذا بينا ديما نوعو نعملو هكايا حويجة مختلفة حتى صغيراتنا معناتها ما يقلقوش، وهو كديما تنوعو لهم في اللمجة. بالحق متأكدة انهم مش يحبوه برشا برشا. دونك اللي وصلت معايا المرحلة هذه من الفيديو فضلا وليس امرا ما تنسانيش في جيم راهو مهم برشا باش يخلي لي الفيديو يتشاهد لازيد عدد ممكن. اهو كاريتوا هذا اللي خليتهم هكا فاتحين، اللي قلت لكم الكعيبتين اللي طيبتهم وحدهم خليتهم فاتحين. وانتم كيما قلت لكم تحبوا انتم تتحكموا في التياب متاعكم تاع السابلي متاعكم. وهذه وصفتنا كانت لليوم، ان شاء الله تجربوها ان شاء الله تعجبكم في وصفه قادمه ان شاء الله. بسلامه.